الراديو 90 90 هواها مصر. وعندنا حاجة كده أنا خايفة منك والله، إشاعات. أنا مش أنا والله، لا إله. أقولها لحضرتك كده عصابات بتخطف في الستات. هنقول كده شوية إشاعات وهتقول لنا دي اتقالت عن لسان حضرتك أو لا. حضرتك قلت سامح عبد العزيز المخرج الوحيد اللي أنا بوافق على الشغل معاه من غير حتى ما أقرا الورق. هو أنا بكل أحوال بقرا، بس سامح طبعا أنا عامل معاه أي حاجة وأنا مغمض، يعني ما اختلفناش قوي. دي حضرتك قلت انا ندمت على الاشتراك في فيلم الدادا دودي. انا عمري ما ندمت على حاجه عملتها حتى الاخطاء. من الاخر، هل حضرتك قلت لو الفنان الكبير محمد صبحي تولى مسؤوليه لجنه الدراما دي هتبقى حاجه مش كويسه للدراما؟ انا ما قلتش حاجه مش كويسه، ما علقتش خالص، غير اني قلت يا اختي. بس طب يا اختي دي نشرحها ولا يعني محتاجة شرح؟ ما هي خلاص انا اسفه. حضرتك قلت قبل كده انشغالي بالتمثيل منعني من تكرار تجربه ان انا اعمل ديوان شعري. لا، هو بس كل الحكايه ان انا اما يبقى فيه اشعار جيده تجمع ديوان تاني هعمل. هل حضرتك قلت لا يوجد منافس لبيومي فؤاد في السينما او الدراما في المنطقه اللي هو بيجسدها؟ انا ما قلتش حاجه عن بيومي. انا بحب بيومي، بحب تمثيله ومثل رائع. من وجه له التحيه طبعا ومزيد من بايو ده عسل. دينامو. مسرح مصر سكتشات وملوش علاقه بالمسرح. مين قال؟ اتقال ان حضرتك قلت كده وجهه نظرك. بالعكس، ده انا بدافع عن اللي بيقول عليه سكتشات. انا بدافع عن مسرح مصر من زمان، من زمان جدا، من ساعه ما طلع. شايف ان المسرح محتاج ده دلوقتي؟ مش عشان حاجه، بس عشان خاطر ده نوع من المسرح. ممكن بقاش عاجب فلان او عاجب علان ويعجب ترتان جدا، خلاص، بس هو نوع من المسرح. نوع من المسرح. ايه يعني ازاي تقول عليه مش مسرح؟ في حد يعني استاذ من الفنانين الكبار بتوع المسرح قال عليه انه مش مسرح؟ وانا كنت برد عليه انه لا، انت غلطان، لا ده مسرح. ممكن بقاش النوع اللي يعجبك بس مسرح. فيلم ايام السادات اهم عمل في تاريخي بسبب تمثيلي امام احمد زكي. وانا طبعا شرفت ان لحقت يعني لو في مشاهدين مع احمد زكي، بس هو مش اهم عمل. اهم عمل كان عملت اكتر من اعمال جيده جدا عن ده، قياسا يعني لدوري في ده. تمام، تحديدا قياسا عن دور حضرتك، قياسا لدوري في ام سادات. لا، انا عملت افلام تانية كانت اهم بالنسبه لي. راحل احمد زكي عدل في السيناريو عشان مش السيناريو، عدل جمله حوار. الجمله دي عدل جمله حوار، علشان لما قلت له عايز امثل عيني في عينك. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. دي انا عارفه ان حضرتك هتاكدها لي. ماجد الكدواني ممثل مفضل بالنسبه لي طبعا، مفيش تفكير فيها. حضرتك انتقدت فيلم الناصر صلاح الدين وفيلم الشيماء، قلت ان هما عملوا شويه تشويه للتاريخ وان في اجيال صدرت لنا دراما متخلفه. فعلا ده كلام اتقال عن حضرتك؟ كان الكلام انه الفكره ده كان حوار خناقه كده بيني وبين حد في ندوه، المجلس يعني الاعلى للثقافه. كان في ندوه كده وحد جه يعني دخل بيقول انتوا، كان عن التاريخ والدراما العلاقه، فبتخانق هو انه بتشوه التاريخ والدراما بتشوه التاريخ. قلت له التاريخ انه تاريخ؟ التاريخ نفسه مشوه، يعني اللي بتقال عن صلاح الدين الايوبي مش حقيقي، نصه مش حقيقي. وانه شيماء اخت رسول، ما فيش حاجه شخصيه في التاريخ اسمها كده شيماء اخت رسول اصلا. تمام، اذا التاريخ نفسه هو اللي فيه مشاكل، مش الدراما اللي عامله له مشاكل يعني. ده كان رد ساعتها، بس اتحرفت شويه. مع ان حضرتك يعني اللي يسمع الجزء ده يركز ان حضرتك قلت الناس صدقت الفيلم لان هو كان معمول كويس فصدقوه. ايوه، لا هو بالعكس كده، الفن خدم التاريخ مش العكس. صح، يعني مش شوه التاريخ، ده خدمه وعمل حاجات حلوه مش موجوده في الواقع اصلا. بالظبط.